يستحيل ألا تضحك على هذه اللقطة، لقطات غبية أحرجت نجوم كرة القدم. السلام عليكم متابعي قناة هاي سبور الأعزاء. السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة هاي سبورت الكرام، ومرحبا بكم في فيديو جديد اليوم. في ملاعب كرة القدم تحدث الكثير من الأخطاء من اللاعبين بسبب غبائهم، وبالطبع هناك أخطاء قد تكلف اللاعب هدفا أو بطولة، وهناك أخطاء قد تكلف الكثير من الإحراج للاعب داخل أرضية الملعب. ولذا في هذا الفيديو سنشاهد بعضا من اللقطات الغبية التي أحرجت نجوم كرة القدم. لنبدأ. تم إدخال لاعب يوفنتوس هذا كبديل، وبعد ذلك وصلت إليه الكرة من هذه التمريرة، فركزوا جيدا كيف أخذ يمسك لاعب روما بطريقة غبية جدا، وبعد ذلك قام بضربه ليتلقى البطاقة الحمراء مباشرة من حكم المباراة ويتم إخراجه من الملعب. حسنا، كل شيء كان رائعا بدخول هذا اللاعب بهذه الطريقة وتخطي لاعب الخصم إلى أن تقدم مع زميله أمام هذه الشباك الفارغة لتمرر إليه الكرة، فتابعوا كيف قام الأخير بلمسها، وبالطبع دون قصد تخرج الكرة من الملعب ويضيع هذا الهدف المحقق بهذه الكرة خارج الشباك. غباء كبير من اللاعب فيراتي بإطالة الكرة بأقدامه بهذا الشكل، إلى أن قام لاعب بايرن ميونخ باختطافها وتسجيل هذا الهدف السهل في شباك باريس سان جيرمان. يمكنكم أن تتابعوا هذا الغباء الذي كلف باريس سان جيرمان هذا الهدف. لنتابع حارس المرمى هذا والذي تقدم بشكل مبالغ فيه، وليس هذا فقط، بل قدم تمريرة على طبق من ذهب للاعب الخصم الذي كان في الأمام، إذ حاول تسديد الكرة لإبعادها أو تمريرها، لكن وبالخطأ تأتي كرته للاعب الخصم الذي استغلها بشكل مثالي وسجل هذا الهدف الرائع. تقدم هذا اللاعب لتنفيذ رمية التماس، فركزوا على لاعب الخصم والذي أتى بجانبه ثم أخذ يمثل أنه ضرب وسقط بهذه الطريقة أرضا. تقدم الحارس دوناروما ليتكلم مع الحكم قليلا، وما إن تكلم كلمة واحدة حتى تلقى بطاقة صفراء، فيمكنكم أن تتابعوا ردة فعله على الأمر. حاول هنا لاعب ليفربول إعطاء الكرة لأحد زملائه، لكن الكرة قد وصلت إلى لاعب الخصم الذي كان في المكان المناسب ليتلقى هذه التمريرة، ومباشرة يتم ترجمة هذا الخطأ إلى هدف في الشباك. تابعوا هذه المراوغة الفاشلة من هذا اللاعب إلى أن خرجت الكرة إلى التماس بهذا الشكل الغبي. هذا المدافع هنا رجعت إليه الكرة فقام برفعها في الهواء، لكن حارس المرمى خرج ليمسكها، لكن لاعب الخصم كان أقرب ليضربها بالرأس ويسجل هذا الهدف الرائع. شاهدوا غباء حارس المرمى هذا، والذي لم يمسك الكرة فقط بل قام بعرقلة زميله المدافع ليتقدم لاعب الخصم على طبق من ذهب يسجل الكرة في الشباك. في هذه اللقطة تقدم موراتا ومرر كرة إلى رونالدو، لكن الحارس ضيق عليه لترتد الكرة مجددا إلى موراتا والذي كان أمام الشباك الفارغة، فتابعوا جيدا كيف ضرب الكرة بالكعب ليسجل هدفا جميل، لكنه أخرج الكرة من الملعب بشكل غبي. تابعوا في اللاين هنا وكيف ضرب لاعب مانشستر سيتي بالمرفق ضربة قوية على وجهه. لاعب مانشستر يونايتد لم يجد تيشيرت الخاص بلاعب أرسنال فأمسكه من شعره وأسقطه أرضا. تقدم مروان دياز لتمرير هذه الكرة، فتابعوا كيف ركل الهواء بهذا الشكل وسقط أرضا. تابعوا تمريرة لوكاكو هنا والتي سلمها للاعب يوفنتوس بهذا الشكل كما ترون. لوكاكو هنا تصل إليه الكرة فحاول ضربها بالكعب، وركزوا جيدا كيف خرجت الكرة إلى التماس بهذا الشكل الغبي. حاول لوكاكو هنا المراوغة، لكن الكرة أفلتت منه بهذا الشكل المحرج. تقدم لوكاكو وراوغ الحارس، لكن لاعب الخصم ضغط عليه إلى أن قام لوكاكو بتسديد الكرة خارج الملعب بهذه الطريقة.
في هذه المباراة مع المنتخب البلجيكي تصل الكرة على طبق من ذهب للوكاكو، فحاول أن يسجل هدفا في الكعب، لكن الكرة ارتطمت بكلتا قدميه وذهبت للاعب الخصم. تابع لاعب أرسنال داخل منطقة الجزاء كيف سدد هذه الكرة خارج الملعب وسقط أرضا. بعد هذه الدربكة التي حدثت داخل منطقة الجزاء، تابع كيف استخلص لاعب أرسنال الكرة من الحارس وحاول وضعها في الشباك، لكن الكرة سبقته لخارج الملعب. فينيسيوس هنا فعل كل شيء يمكن أن يتم فعله من قبل لاعب كرة قدم، لكنه أودع الكرة خارج الملعب بهذا الشكل الغبي. ركزوا على هذه الكرة من لاعب مانشستر يونايتد وكيف تقدم بهذا الشكل، لكنه حاول أن يقوم بالمراوغة لترتطم الكرة بقدمه الأخرى وتخرج من الملعب. لاعب مانشستر يونايتد هنا أسقط لاعب بايرن ميونخ بمراوغة جميلة وتقدم أمام مانويل نوير، والذي حاول رفع الكرة من أمامه، لكن نوير تصدى لهذه الكرة بطريقة ذكية. تقدم هذا اللاعب لتسديد ركلة الجزاء، فتابعوا هنا كيف ارتدت الكرة من القائم إلى اللاعب فيسددها فتخرج الكرة من الملعب. حتى لو أدخلها في الشباك كان ليتم إلغاء هذا الهدف، لأن الكرة ارتدت من القائم وليس من حارس المرمى. تابعوا هنا محمد صلاح في هذه اللقطة وكيف عرقله لاعب كريستال بالاس ليسقط بشكل مبالغ به، وبعد ذلك يفقد الكرة. يمكنكم أن تتابعوا طريقته في التمثيل. دخل محمد صلاح هنا إلى منطقة الجزاء ودون ما أن يلمسه أحد سقط مطالبا بركلة جزاء بدلا من إكمال هذه الكرة والتي كان من الممكن أن تكون هدفا. ركزوا هنا على هذا الحارس الذي حاول تصدي هذه الكرة، لكن لاعب الخصم بالغ جدا بهذا التمثيل ليتحصل على ركلة جزاء. يتقدم كيليان مبابي من جانب هذا اللاعب وبعد ذلك سقط أرضا ليمثل، لكن الحكم كان قريبا ورآه فأعطى كيليان مبابي البطاقة الصفراء لأنه كان يمثل. وصلت الكرة إلى هاري كين فراوغ الحارس، ولكن تابعوا كيف سقط أرضا حتى يتحصل على ركلة جزاء دون أن يلمسه حارس ليفربول. في هذه اللقطة أخرج رونالدو الكرة ليستفز لاعب الخصم، وبعد ذلك يمكنكم أن تتابعوا كيف لمسه لاعب الخصم على عنقه فأخذ يمثل رونالدو أنه ضرب وبشدة كما ترون أمامكم. تابع هذه الطريقة التي غاص بها راموس في الهواء ليتحصل على ركلة جزاء، وهو بالفعل ما حدث. تابع لويس سواريز هنا عندما لمسه لاعب الخصم كيف سقط وأخذ يمثل، ثم قام بالوقوف مستندا برأسه على لاعب آخر وأخذ يمثل أنه ضرب على رأسه أيضا. تابع لاعب الخصم هذا والذي حاول ضرب خصمه، لكن الأخير سقط وهو يمثل أنه ضرب على وجهه. يقف أليكسيس سانشيز أمام لاعب ليستر سيتي والذي يمنعه من تنفيذ رمية التماس، إلى أن ضربها اللاعب في وجه أليكسيس فسقط أرضا يمثل أنه أصيب بشدة. وصلت الكرة للاعب أرسنال فالتف بهذا الشكل ولم يلمسه أحد ليسقط أرضا مطالبا بركلة جزاء. ركزوا هنا على محمد صلاح والذي ترك هذه الهجمة وركز على ركلة الجزاء فأخذ يمثل بهذه الطريقة الغبية أنه أصيب. ركزوا على بورنو فرنانديز والذي لم يلمسه أحد حرفيا كيف سقط بهذه الطريقة على الأرض وأخذ يمثل أنه أصيب. قام هذا اللاعب بتمرير الكرة، فتابعوا كيف وصلت لهذا المدافع بهذا الخطأ الغبي ليدخل الكرة في شباك فريقه بنيران صديقة. تقدم هذا اللاعب وقام بتعريض الكرة، لكن للأسف ارتطمت بقدم لاعب الخصم ودخلت إلى الشباك بنيران صديقة بهذا الشكل. ركزوا على هذا اللاعب والذي ترك الجميع وأخذ يقاتل الحكم، إلى أن قام الأخير بإشهار البطاقة الحمراء له، وبعد ذلك أخذ اللاعب يقوم بدفعه وعلى مرتين قام بطرده بالبطاقة الحمراء. من هذا المكان سدد هذا الحارس الكرة، وكان حارس الخصم متقدما بشكل مبالغ فيه لترتطم الكرة بالأرض وتعلو حارس المرمى الذي حاول اللحاق عليها، لكنه لم يستطع لأنه تعرقل
ودخلت الكرة في شباكه من هذا المكان. خطأ غبي جدا في هذه اللقطة، حرك هذا الحارس ضربة المرمى ليقوم زميله بإمساك الكرة بيده ليثبتها مرة أخرى على الأرض ويقوم بتسديدها، لكن الحكم رفض احتجاجات لاعبي الخصم بهذا الشكل ولم يحتسب ركلة جزاء. في هذه المباراة لنتابع معا هذا الخطأ الغبي وكيف رجعت الكرة لحارس المرمى ليقوم بتمريرها فتصل للاعب الخصم والذي أعطاها لزميله فأودعها الأخير هدفا ولا أروع في الشباك. ومرة أخرى تابعوا خطأ الحارس هنا بعرقلة لاعب الخصم والذي صفر له الحكم ركلة جزاء كما ترون أمامكم. خطأ غبي وفادح من هاري ماغواير بتمرير الكرة إلى لاعبي المنتخب الخصم ليتقدم اللاعبون بهجمة واعدة ويتمكنوا من تسجيل هذا الهدف الرائع في شباك المنتخب الإنجليزي. يمكنكم أن تتابعوا هذه الأخطاء الغبية من اللاعب ألكسندر أرنولد والتي في المرة الأولى ترك لاعب الخصم يمر ليقوم الأخير بتسديد الكرة ولكن الكرة علت القائم، ومرة أخرى تصل الكرة إلى أرنولد فيمررها ولكن للاعب الخصم ولحسن حظه لم تدخل أي كرة في الشباك. تابعوا تسديدة لاعب المنتخب البرازيلي كيف مرت من أسفل ياسين بونو بهذه الطريقة الغريبة، وبالطبع كانت كرة سهلة ولكن بونو كان سيء الحظ. في هذه اللقطة مرر رونالدو الكرة من بين أقدام لاعب الخصم وسقط أرضا دون أن يلمسه أحد وأخذ يطالب بركلة جزاء، ولكن الحكم رفض أن يحتسب هذه الكرة ويبدو أنه رأى اللقطة جيدا. كرة رائعة تصل إلى أنتوني بالعمق، وبدلا من أن يقوم بتمريرها لزملائه الثلاثة بجانبه قرر رفعها من فوق الحارس لتخرج الكرة من الملعب. في هذه اللقطة ركزوا كيف أتت الكرة من الحارس لهذا اللاعب والذي قام بتمريرها فترتطم بقدم لاعب الخصم وترتد إلى لاعب آخر، فالشاهد الأخير كيف أودعها هدفا في الشباك مباشرة. في هذه اللقطة تابعوا لاعب المنتخب الفرنسي وكيف أمسك الكرة بيده بسبب خطأ بالكرة أو أنها غير منفوخة جيدا، لكن تابعوا كيف أتى اللاعبون الآخرون يطالبون بخطأ أمام منطقة الجزاء. إن أعجبك هذا الفيديو من قناة هاي سبور الإخبارية فلا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هاي سبور.